يا سيدي الشبعان مو مثل الجوع. لك هاد رجب 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 رجب. شوفي، ما قلت لكم استنوا خبر مني؟ أنا بالمستشفى. معلم برهان، صار شيء ما كنا متوقعينه. إجا صاحب الأمانة تبعك لهون. مين هو؟ شو اسمه؟ مين أنت؟ برهان، بس شوفك بدي أطلع بروحك، دير بالك مني. أخي سمعت صوته؟ ما قلنا اسمه. تمام، هذا المصيبة جنك، خطيبة للبنت. شو نعمل هلا؟ خلص على اثنين؟ بس يكون بعلمك السعر رح يتغير. لا تخافي، لا تخافي، أنا هون ما حدا بيقدر يعمل لك شيء. بعدين بخبركم حسب وضع بنتي. استنوا مني خبر. تمام. ظاهر انتو محظوظين، رح نستنى شوي لسه. خطيبك طلع زلمة قبضاي، ليكو ما تركك، ورح تقضوا آخر ساعات بقيانة من حياتكم مع بعض. شو صار؟ أخدوا سليمان ورجب؟ أخدوهم، بس الزلمة ماله مقصر، مكسرن تكسير. أغبياء. طلع فيني يا بطل، يكون بعلمك ماني مثل هدول الاثنين. إذا بتلعب بديلك رح ضايقك كتير. فهمت ولا لا؟ هدول الرجال أكيد رح يقتلونا. نحن رح نطلع من هون، لا تخافي، ما حدا بيقدر يعمل لك شي وأنا موجود.